وأكيد مشاهدينا بعصر التكنولوجيا الحديثة صار التعليم الإلكتروني جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية عن جميع الأطفال يلي بيعانوا من صعوبات التعلم، وبنفس الوقت بيأمن لهم مجموعة واسعة من الفرص والموارد للمتعلمين. ومع تزايد الاعتماد على هي الوسائل بتبرز أهمية تأثير هذا التعليم الإلكتروني. قد ايه اليوم مهم لكل طفل عنده صعوبة بالتعلم انه يتعلم الكترونيا؟ يعني هايدي صحيح، يمكن اليوم عم نحكي عن فئه حساسه اليوم طبعا. اطفال صعوبات التعلم اللي هنون اكيد فئه حساسه وبحاجه لعنايه واهتمام واسلوب اكيد بالدراسه. ونحن مثل ما ذكرتي عفاف انه عصر التكنولوجيا اليوم اللي دخلت بكل شيء وتحديدا التعليم، ما نعرف اكيد التعليم الالكتروني في له ايجابيات وفي له سلبيات. شو هي فوائد التعليم الالكتروني لاطفال صعوبات التعلم وتفاصيل كثير مهمه رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الاستشاريه الاجتماعيه رندا علي ديب. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك استاذ. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه نروح للفوائد مباشره. يعني اليوم مو كل طفل اليوم فيه يقدر انه هو يتعلم تكنولوجيا او فيه يستخدم هي التقنيه بالتعليم لاطفال خاصين، بس بدنا نحكي عن الفوائد الاهم اللي هي التقنيه. هلا بداية رح احكي شوي عن الطفل اللي عنده صعوبات تعلم، وامتى كأم ولا كشخص غير مختص كيف بيقدر يشوف انه هذا الطفل من هاي الفئة. تماما، هي دائما بتظهر لما ببلش الطفل بيعتمد على نفسه ليتعلم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية. هلا نحن لما ببلش يكون في عنا خصوصي، نحن هي بنبلشها بصف الاول عنا، فهو ببدايات الفصل الاول بنقول معلي لسه عم بيتعلم، هلا شوي بينطلق، بعدين بنلاقي بلشت المشكله تكبر اسرع من عمره. فانا هون بوقف عند نقطه انه لاعرف شو السبب، فممكن يظهر عندي انه في خلال المراحل السابقه لا خليني اقول لك العمر 6 سنين اللي هو بيكون بالصف الاول مع امكانياته النمائيه اللي بتخليه قادر يتعلم يقرا ويكتب، بيكون المرحله التهيئيه او اللي قبلها النمائيه هي اللي بيكون فيها خلل. هون نحن بنحكي على اهميه ومدار التعليم الالكتروني. دائما اغلب الاهل بيقولوا انه انا عم بحط له برنامج تعليمي، عم سمعه اغاني، فهو عم بيقضي وقت كثير كبير لحتى هي كأم ترتاح ضميريا انه انا حاطه ابني وما عم بحضره شيء عديم الفائده، بالعكس عم بحضره شيء تعليمي. ولكن هو هون بالفتره اللي هي ما قبل الاكاديميه والفتره النمائيه للطفل هي كثير مضره، لانها بتاثر على تطور الحاله النمائيه. انت بتكون مفيده لما بكون انا بعد عمر 6 سنين والسبع سنين، لما بكون انا عندي هدف اساسي، مثلا انا عنده كان ابني مشكله مثلا بالذاكره اللي هي نحن هذا جزء اساسي لطفل الصعوبات، فهو مثلا بالمرحله الصف الاول والثاني وما بعد، انا مفيد انه مثلا احط له لعبة من ألعاب الذاكرة اللي هو ممكن يستخدمها على على الجهاز الإلكتروني أو على الموبايل أو. ولكن أنا بدي راعي نقطة كتير مهمة إنه أنا الموضوع الإلكتروني يعتمد على الاحتمالات، فهو دائما في عدة أخطاء وفي إجابة صحيحة، فهي ما علمته كيف يلاقي الحل بتفكير وإنما بشكل آلي وعادي. لهيك الافضل انه يكون بالعمر الثاني اللي هي بعد الست والسبع سنين يكون وقت محدد قادر تماما نوع له بهي الالعاب او نوع له بهي الفائده. كثير مهم ما خليه يكون عم يعمل شغلتين مع بعض وفوق منها كمان عم بيحضر او عم بيسمع شيء ثاني، يكون في وقت مخصص قصير ما اعتمد اعتماد كلي على الجانب الالكتروني بالتعليم، وبالمراحل الابتدائيه
وما بعد، ما تكون هذا هدفي بالمراحل اللي قبل. تمام أستاذة رندا، يمكن اليوم رغم سهولة حصول الطالب على المعلومة والفائدة اليوم من قبل التعليم الإلكتروني، ولكن صعوبات التعلم يمكن اليوم الأطفال اللي عندهم هي الصعوبة يمكن كمان ما يكون في عندهم تفاعل بينهم وبين المعلمين، فبالتالي ممكن يكون في تحديات أو صعوبات تواجههم اليوم بأنهم يتلقوا المعلومات اللي بدهم إياها. خلينا نوضح للمشاهدين شو هي أبرز تحديات اللي ممكن تواجه هدول الفئة من الأطفال. تماماً، نحن لما بيكون في عنا بالبيئة الصفية دائماً بيكون في مسيرات معينة، هي حركة الأطفال الموجودين مع الطفل، هي الوسائل اللي بتكون معروضة على بالبيئة الصفية على الحيط جنب اللوح، هدول كلهم أشياء تفاعلية هي ممكن تكون تعمل ذاكرة بصرية للطفل، فهو يتعود فبيقدر مع الوقت يكون عنده هاي الذاكرة البصرية اللي حتساعده لأنه يسترجع المعلومات. أنا لما بيكون عندي بيئة صفية غير غنية، لما بيكون أنا عندي حتى ما عشان تكون دقيقة ما لها منظمة، لما بيكون بيئة صفية منظمة معتمدة على التعلم النشط، التعلم التفاعلي اللي بيكون فيه تفاعل بين المدرس وبين الطالب، اللي بيقدر يكون عامل كنترول معين لحتى يقدر يعطي معلومة يستفاد منها مجموعة مو شخص واحد. التحدي الأكبر هون بموضوع السلوكيات اللي بتكون عند أطفال والصعوبات، هل هي بيكونوا كتير معروفين بالاندفاعية ودرجة تحملهم للإحباط بتكون منخفضة. لما هو بيكون قاعد جنب الشاشة الإلكترونية وعم بيحاول يكون متفاعل معها ليحصل معلومة معينة، فهو ما رح يكون عنده هذا الشعور بالإحباط ولا رح يكون عنده هذا اللي ممكن إذا اندفع وغلط أول مرة فوقت بعيده ممكن ينتبه لهذا الشيء. فهذا بيعطي انه يكون خلينا نوقف تمام تفضلي التفاعل اللي عم تحكي عنه والاندفاع الموجود عند هدول الفئه من الاطفال، لنفترض تعرضوا للاحباط من قبل انه ما صار في تجاوب مع هذا التفاعل او شيء وصار في نقص بالتفاعل عندهم، هالشيء كيف ممكن ياثر على عمليه التعليم ان كان حتى مع الطلاب او مع المعلمين اللي عندهم؟ هلا اي جانب سلوكي ناشئ عن سبب نفسي دائما بيظهر عندي انا حسب شخصيه الطفل او الطالب، بياخذ مجريين، اما بيكون انسحابي مقاومه الاحباط عنده هي بالانسحاب بالحزن بالهدوء الزايد الشرود، فانا هدول كلهم بيعطوني اسباب او اشارات لي انه هذا الطفل في عنده احباط معين عم يحاول يقاومه او يتكيف معه بهي الطريقه. او الشق الثاني المجرى الثاني اللي هو الغضب الانفعال الغير مدروس او الغير مناسب للموقف، دائما بيكون ردود فعله مبالغ فيها، فهو بياخذ هذا المجريين اما الانسحاب واما الغضب والتعصيب. قد ايه ممكن هالشيء ياثر على عمليات التعليم عنده؟ تماما، هون هي نقطة كثير مهمة لأنه فعلا هي بتأثر على عمليات التعلم. نحن كثير بنشوف طلاب مثلا ممكن يحلوا أسئلة مثلا على موبايل أو شيء بتطبيق معين، فلما بيكون في غلط فبتلاقي رد فعله انه عصب، بلش مثلا انه بطريقه استخدامه للجهاز صار فيها عصبيه، صار فيها انفعال. هاد ما حدا حيقول له لهيك عملت لانه بالاخير بتعامل مع شيء، ولكن لما بيكون بالبيئه الصفيه او ضمن مجموعه فهون في الجانب الاجتماعي اللي رح ياثر على تصنيفه كطالب مشاغب او كطالب ما بيعرف يحترم قواعد الصف، فهذا فعلا بياثر ليبلش يحس حاله انه هو ماله محبوب او ماله مرغوب، فبيلجا اكثر للموضوع الالكتروني. هلا نحن هون يمكن عم نحكي اغلب الوقت على عم بيكون الجانب السلبي او المضار هي المساحتها الاكبر بالتعليم الالكتروني. ممكن انا لحتى اقول لك في
مثل ما قلنا لما بيكون شيء موجه محدد قدران المادة العلمية تماماً أنا يحضرها، كتير مهم أنا خصوصي بالفئات العمرية الأكبر يكون عندي يحضروا فيديو معين أو معلومة معينة وبعدين يصير في مناقشة عليها بشكل جماعي. فأنا هون فعلاً قدرت دخل التعليم المتطور والإلكتروني وكل هاي الأشياء اللي هلأ عم تكون موجودة بالمستقبل وعم تكون تطور وتكنولوجيا تكون مهمة وجودها. لما أنا بعرف وظفها بهاي الطريقة لحتى أدمج بين التعليم التكنولوجي وبين التعليم اللي النشط أو التفاعلي، فهون أنا بعدت تماماً عن موضوع التلقين اللي أنا بس بدي ألقي معلومات على الطفل ويلا خلص لازم تحفظ. فأنا كون هون بس اشتغلت على الذاكرة، ما اشتغلت على التمييز البصري، ما اشتغلت على التمييز السمعي، ما قدرت أضبط ردود الفعل الاندفاعية، خليت علمته الصبر، علمته كيف يحترم الدور وكيف كيف بده ينتقل بمراحل معينة لحتى يحقق القيمة العلمية اللي هو عم بيحصل عليها. كتير مهم كمان نحنا نجزئ المهام لطلاب الصعوبات. لما بيكون أنا عندي قسم كبير بدي أشرح له إياه، كتير مهم أشرح له إياه على أجزاء. كتير مهم إذا شرحت له جزء منه بالورقة والقلم أشرح له جزء منه عن طريق فيديو أو عن طريق أعطيه هو يعمل سيرش أو يعمل بحث معين تحت إشراف تحت كنترول جيد لحتى يحصل على المعلومة ويقدر هو يستشف المعلومات اللي بتفيده للمادة العلمية بطريقة صحيحة واستخدام آمن للتكنولوجيا. تمام، ذكرتي نقطة عن التعليم التفاعلي أو مثل ما نقول التعليم التقليدي، واليوم أنا كيف بعرف إذا الطفل من صعوبات التعلم هو يمكن ما بيناسبه التعليم الإلكتروني؟ كيف بدي أعرف إذا هو قادر يستوعب هي الخطوة؟ مين ممكن لازم استشير كرمال إذا ما مشت هي التجربة إحنا نرجع للتعليم التقليدي؟ أنا أول ما بلش شوف بإبني بالمراحل الأولى بالعمر إنه هو عم بيكون اهتمامه أكثر بالشاشة، وأنا إذا حاولت سحبته منه فهو عم بيعطي ردود فعل بالغضب أو بالحزن، فأنا هون دائما بحاول أحط له بدائل، بحط له بدائل تفاعلية حسية ومش الحال خلاص أوكي. أنا بعرف إنه ابني لازم ما يكون كل انتباهه وكل اهتمامه بالشاشة. لما أنا بشوف عندي طالب، ما أغلب هلأ الطلاب أغلب هذا الجيل عم بيكون التعلم اللي بيعتمد على التلقين غير مفيد لهم، لأنه ما عطاهم بس الإطار العلمي للمادة العلمية، فهو عم بيكون فقط ملقن وفقط عم بيشرح بطريقة كتير سطحية بالأمور المجردة. ما وصلنا دائما طفل الصعوبات عنده لازم يكون الموضوع الحسي عنده كتير أساسي لتقدر تنتقل المعلومات له. فنحن كتير نسمع كلمات بتقول الأم إنه بضل بدرسه بفوت من هون بيطلع من هون، فهي تماما هيك لأنه ما صار في بناء معرفي بالدماغ. فعلا هي عم تفوت المعلومة من اليمين عم تطلع من اليسار. طيب ممكن هون يكون أستاذة رنا إنه هذا الطفل عم يعاني من صعوبات تعلم بدون ما يكون عنده الأعراض اللي ذكرتيها أنت، يكون عنده اندفاع زايد، انفعالات زايدة، أي كلمة بتأثر فيه وبتحبطه، ممكن هذا الطفل يكون عن جد عنده صعوبات بتعلم الطريقة يلي عم يتعلم فيها بدون ما يكون عنده هاي الأعراض؟ أو من إنه الأطفال المؤهلين، يعني كيف أنا بدي أعرف إنه طفلي أنا بقدر إني أنا أعلمه إلكترونياً؟ تماماً. هلأ لما أنا بلش يكون عندي مشكلة بالاتجاهات عند الطفل، لما دائماً بيخربط لي بين الكلمات، ممكن يعكس بالكلمات، ممكن يبدل فيها أثناء كلامه، عنده مشكلة بالاتجاهات، فأنا هون بوقف تماماً عند هذا الموضوع. بعرف إنه ابني لازم يكون في عنده استشارة معينة بتخص هل هو من فئة الصعوبات أو لا. أما بما يتعلق بالاندفاعية أو بالغضب أو نقص الدافع للتعلم، فهو مو بالشرط يكون موجود بسبب الصعوبات، ممكن يكون موجود لكتير أسباب تانية نفسية، ولكن وجود الصعوبات التعليمية
هي تؤدي لهي المظاهر السلوكية والنفسية، وممكن تنوجد لحالها، ولكن دائما نحن هي سلسلة مترابطة. لما أنا ببلش عم بحاول أبذل مجهود مضاعف لأحصل على مادة علمية يكون حافظة أو يكون مأدركة، فأنا لا بلاقي حالي لسه بمستوى الوسط أو أقل شوي تعليميا. دائما أنا لما بشوف طفلي عنده مثلا بصريا عنده مشاكل، التمييز السمعي عنده فيه مشاكل، أنا بهمني كثير ما أقرب على موضوع التعليم الإلكتروني. دائما بحاول مثلا سمعه شيء بدون ما يكون عم بيشغل حاستين البصر والسمع، يسمع ويكون مثلا عم بيتابع بكتاب معين، أو بالعكس إذا شاف شيء معين لازم يرجع يحكي لي عنه أو يكتبه. هون بيفيدوا، ما في فئات صعوبات هي حصرا ما بتتعلم غير الكتروني، يعني بالعكس لازم تكون التعلم الالكتروني ليكون فعال لازم يكون مترافق مع شيء حسي من الواقع اللي هو عايش فيه الطفل. تمام استاذه رندا، بالختام خلينا نعطي نصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا واللي عندهم اطفال من صعوبات التعلم وعم يعلموهم بالتعليم الالكتروني، خبرينا اكثر شو ممكن تفيديهم. هلا دائما اذا انا مضطره ممكن انا اكون عندي كأم بدي اعطي تعليم معين بحكم انه انا مثلا ما فيني اطلع من البيت، ما فيني ابعت مثلا ابني على مدرسه، ممكن يكون انا بغير بلد فانا مضطره يكون عنده لغه ثانيه مختلفه ولكن انا بدي احافظ له على لغته الام. هاي النقاط كلها لما انا بدي اتوجه للتعليم الالكتروني كون حريصه تماما يكون في عندي انا مترافق الى نشاط رياضي، يعني دائما يكون مثلا شوف شو اهتماماته الرياضيه، دائما يكون في حركه عم بيتحرك فيها، عم بيفرغ هاي الطاقة اللي عم بيخزنها من الشاشة لحتى يكون في تفريغ حركي فيها. لما أكون أنا مضطرة لأني أعتمد بس التعليم الإلكتروني خليني دائما يكون في عندي نشاط حركي مرافق، رياضة، مشي، أي شيء تاني هو بيقدر يهوى الطفل ويقدر ينجز فيه، يكون دائما الحركة. أكيد أكيد الشاشة. أكيد بدنا نتمنى كل التوفيق لجميع الأطفال إن كان عندهم صعوبات تعلم ولا لا. شكرا لك أستاذة رندا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا لك أستاذة رندا.